لابد ان احنا كلنا نتكاتف كجهاز الدوله وكمؤسسات وكرئاسه ورئيس وزراء، يعني الجميع حتى المواطنين، علشان نحارب هذا مظبوط. الفساد. يعني هو عايزه توجه قومي، شايف هذا التصريح ازاي؟ اولا احنا التصريح ده مهم جدا. انتوا شايفين في سلبيه من بعض المواطنين، ما فيش تكاتف. احنا عايزين نقول للمواطنين او الشعب المصري احنا البلد دي بلدنا، ما عندناش دوله تانية نعيش فيها، معلش فلوس اللي احنا نسافر بلد تانية عشان ناخد جنسيتها ونقعد فيها. احنا لو البلد دي باظت احنا كلنا هنتدمر كلنا مع بعض. تمام. فاحنا محتاجين تكاتف الشعب المصري في الفترات الجايه. عايزين عدم سلبيه، مش عايزين خوف. عايزين نواجه الفساد، لان انت لو ما واجهتش الفساد غيرك مش هيواجهه. فانا عايز تبدا بنفسك. يمكن انا جات لي حاله، احنا عندي مثلا في مواطن يجي يشتكي لي من حاجه، اقول له طيب اسمه ايه الشخص؟ لا 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 ما اقدرش اقول لك على اسمه. فالخوف مزروع جوه صدور الناس. احنا عايزين نواجه الفساد. يمكن ايوه، ما احنا نحفز المواطن ازاي في ظل برضو ان فيه هو بيمر بظروف اقتصاديه صعبه. الصين رغم دوله متقدمه كانت اكبر نسبه فساد، اكبر نسبه فساد في العالم. في العالم، ولكن عملوا مبادره جميله جدا ان اي مواطن هيبلغ على فساد كان بياخد مبلغ مالي، وفي نفس الوقت كل يوم كان يطلع في التلفزيون زي الرقابه الاداريه في الفتره السابقه اللي احنا مسكوا موظف مرتشي في كذا في وزاره كذا. نفس الكلام كان بيحصل في الصين، كل يوم كان يمسكوا موظف فاسد. فطبيعي لدرجه ان كل يوم الطبيعي اول ما يصحى الصبح كده صباح الخير القياده السياسيه في سيناء في الصين في الصين مسكوا مرتشي في وزاره كذا، فبقت عادي لحد ما فعلا قضوا على نسبه كبيره من الفساد، ولكن عن طريق المواطنين وليس الحكومه. فالمواطن ليه دور كبير جدا. انا بقول للمواطن الدنيا اتغيرت خلاص، مش زي الاول، ما فيش حد كبير على القانون. اي واحد فاسد واثبت الدلائل عليه صدقني هيتعاقب، وما فيش حد كبير على القانون. يمكن رئيس الجمهوريه والرقابه الاداريه اثبتت ذلك في الفترات السابقه، ناس كبارات في الدوله وقعوا تحت طائله القانون ويتمسكوا برشاوي كبيره جدا بملايين. فانا بنقول على الشعب المصري لازم نتكاتف للقضاء على الفساد. لو شفت حاجه فاسده او شفت مرتشي او شفت اي مسؤول فاسد لازم تبلغ عنه.